الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونه العيش، قال: وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثة. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. هذا الحديث فيه من الفوائد فضيلة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وذكر أنهم خير القرون، والله عز وجل أثنى عليهم في كتابه قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، القرن الذي فيه قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم خير البشر بعد الأنبياء والرسل، فلا أحد يصل إلى فضيلة الصحابة لا من الأمم السابقة ولا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا الأنبياء والمرسلين. ثم الذين يلونهم، أي المراد بهم التابعون، ثم بعد ذلك الذين يلونهم هم أتباع التابعين. فهؤلاء القرون الثلاثة هي القرون المفضلة، هي القرون المفضلة، وفي اتباعهم النجاة، وبالأخذ بفهمهم الهداية والكفاية. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فيكفيهم شرفاً وفضلاً أن الله عز وجل زكاهم وأثنى عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وأثنى عليهم. ولذلك عندما نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، المراد به هؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لأنهم إما أنهم شهدوا التنزيل، شهدوا التنزيل، وإما إنهم شهدوا فهم من شهد التنزيل، أو من درس على من شهدوا التنزيل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أفهموا الخلق وأعلموا الخلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من حاد عن فهم السلف الصالح لا بد أن يضل ولا بد أن يزل، فالبعد عن فهمهم سبيل الغواية، واتباع سبيلهم هو سلوك طريق الهداية. لذلك على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على هذا الأمر العظيم، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديث الافتراق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار. من هي هذه يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: على ما كان مثل عليه اليوم أنا وأصحابي. فإذا الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون وأتباع التابعين، لا شك أن الحق يكون معهم، وما خالف ما كان عليه هؤلاء فلا شك أنه باطل، لأن هؤلاء زكاهم الله وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه القرون المفضلة ماذا يكون؟ قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. هذه صفتهم الأولى، يشهدون ولا يستشهدون، والمراد بهذه الجملة أنهم يستهينون بمسألة الشهادة، ومسألة الشهادة مسألة عظيمة. ولذلك يقول إبراهيم النخعي رحمه الله:
كانوا يضربوننا على العهد وعلى اليمين، لأن مسألة الشهادة والعهد واليمين أمور كانت معظمة عند السلف لا يستهينون فيها، لأنها مسألة عظيمة جدا سيسأل عنها المرء يوم القيامة. فهؤلاء الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يشهدون ولا يستشهدون، أي أنهم يتهاونون في أمر الشهادة، وقيل إنهم يعني يشهدون شهادة الزور، وكل هذا لا شك أنه مذموم، التساهل في أمر الشهادة وشهادة الزور، لأن شهادة الزور من أكبر الكبائر، أو أنهم يتسابقون إليها ولم يدعوا إليها، أو يتحملوها من دون أن يطلب منهم التحمل، يعني يتحملونها بحيث أنهم يشهدون عليها ويذهبون إلى مكانها، فإذا تحملها المرء أداها، فلا يعرض الإنسان نفسه إلى تحمل هذه الشهادة إلا إذا كان هناك اضطرار. جاء في حديث عند مسلم حديث زيد مخاد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال الذي يعني يأتي إلى الشهادة قبل أن يسألها، يأتي إلى الشهادة أو يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فما الجمع بين هذا الحديث وبين هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه ذم، يشهدون قبل أن يستشهدون، يعني قبل أن يطلبوا، قال يشهدون ولا يستشهدون. في الحديث الآخر قال: خير الشهداء الذي يأتي يؤدي الشهادة قبل أن تطلب منه. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ هناك أكثر من جمع عند أهل العلم، ولكن أحسن ما جاء في الجمع بين هذين الحديثين أن هذا الحديث الذي فيه الذم وهو حديث عمران بن الحصين يشهدون ولا يستشهدون هم الذين يشهدون شهادة الزور ولا يبالون بأمر الشهادة، وأما حديث زيد بن خالد الجهني الذي فيه قال: أخبركم بخير الشهداء الذين يعني يأتون الشهادة قبل أن يسألوها، المراد بهم الذين يأتون إلى هذه الشهادة وصاحبها لا يعلم عنها، صاحبها لا يعلم عنها، فتكون هذه الشهادة سبباً في يعني إعطاء كل ذي حق حقه، فيكون صاحب الحق عنده من يشهد معه لكنه لا يعرفه، فيأتي هذا الرجل قبل أن يسأل لأنهم لا يعرفون أن عنده تحمل لهذه الشهادة فيؤديها، فيؤدي الحق إلى أهله، فهذا الذي يمدح وهذا الذي يثنى عليه. فإذا الذي يأتي بالشهادة ولو لم يسألها ولكنه يعرف أنه إذا لم يؤدي هذه الشهادة لضاع حق صاحب الحق فإنه محمود، لأن الشرع مبني على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، فإذا جاء هذا الشاهد وشاهد بما علم ولو لم يسأل فإنه يكون محمودا حتى لا تضيع الحقوق. وقال في صفتهم قال: ويخونون ولا يؤتمنون، وهذا واضح أنهم يكونون أصحاب خيانة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وينذرون ولا يوفون، أي أنهم لا يوفون بنذر الطاعة، لا يوفون بنذر الطاعة، والنذر في الأصل أنه مكروه ومحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولكن إذا نذر المسلم نذر طاعة فلا بد عليه أن يوفيه، لا بد عليه أن يوفيه، ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بالنذر، مدح الذين يوفون بالنذر، وذلك لأنهم تحملوه فوجب عليهم أن يؤدوه، فإذا أدوه أدوا الواجب الذي عليهم. أما هؤلاء الذين ذمهم الرسول فهم يتحملون هذا النذر ثم لا يؤدونه ولا يوفون به. قال: ويظهر فيهم السمن، وهذا هو الشاهد لهذا الباب. قال: ويظهر فيهم السمن، والمراد بالسمن هنا هي السمنة المعروفة على الصحيح، المراد بالسمن السمنة المعروفة التي تكون بسبب كثرة الأكل والشراب، فظهور السمن هنا جاء على سبيل الذم، جاء على سبيل الذم. فهل كل سمين مذموم؟ هنا يقال إن السمن الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم هو السمن الذي يكون بسبب الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة، فأما لو كان الإنسان سميناً خلقةً
لأن بعض الصحابة كان سمينا خلقة، فإنه لا يذم، ولكن الذي يذم هو الذي يعني يقبل على هذه الدنيا حتى يظهر فيه هذا السمن ثم يعرض عن الآخرة. والسمن مذموم بالعموم وبالغالب، لأن السمن يسبب الثقل عن الطاعة والعبادة، ويسبب كثرة الأمراض، وأيضا يسبب بلادة الفهم كما هو الغالب. فلذلك المسلم عليه أن يحرص ألا يظهر عليه السمن. أما من كان ذلك خلقة فيه، لأن بعض الناس خلقة لا يستطيع أن يغير، هذا ليس مذموما، ولكن الذي لا يكون سمينا ثم يظهر فيه السمن بسبب الإقبال على الدنيا وترك الآخرة، فإن هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال عن أبي مرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل، يعني ما زاد على نفقتك الواجبة، خير لك، لأن ما زاد على الفضل ليس واجبا الاحتفاظ به، فإذا زاد وتبرعت به وتصدقت به فإنك تأخذ من الحسنات بمقدار ما تصدقت به، وإن أمسكته صرت بين أمرين: إما أنك تصرفه في مباح، وإما أنك أن تصرفه في محرم، والسلامة أنك تتصدق به، وهذا أفضل لك في الدنيا وفي الآخرة. ولكن لو أن الإنسان يعني ادخر مالا عنده فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن الإنسان يتصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن تبذل الفضل خير لك، هذا من باب الخيرية، ليس على سبيل الوجوب. قال: وأن تمسكه شر لك، لأن الإمساك قد يؤدي بالإنسان إلى أنه لا يؤدي الحقوق الواجبة، فيكثر مثلا عنده المال ولا يؤدي الزكاة، وإذا كثر عند المال قد يبخل به، لأن النفس مجبولة، كلما كثر مالها كلما زاد حرصها. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأن تمسكه شر لك. قال: ولا تلاموا على كفاف. الكفاف هو الذي يغنيك عن سؤال الناس ويسد رمقك، لا تلام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يجعل رزقه كفافا وقوتا، يسد الرمق ولا يجعلك تسأل الناس شيئا. قال: وابدأ بمن تعول. وهذه قاعدة لا بد أن الإنسان يتنبه لها: ابدأ بمن تعول، والذي تعوله هو من تلزمك النفقة عليه، كالابن والبنت والزوجة والأب والأم إذا كانا محتاجين إلى ذلك، فهؤلاء الذين تعولهم هم أولى بنفقتك، لأن بعض الناس قد ينفق في وجوه الخير وينسى من يعول، وهذا لا شك أنه من الخلل في التصرف في الأموال. قال: وعن عبيد الله بن محصن الأصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. قال النووي رحمه الله: سربه بكسر السين المهملة، أي نفسه، وقيل المراد بذلك قومه. هذا الحديث حديث عظيم. من أصبح منكم آمنا في سربه، أولا الأمن في الأوطان، الأمن في النفس، الأمن في القوم، كل هذا يشمله هذا الحديث. الأمن نعمة عظيمة، لا يعرف نعمة الأمن إلا من فقد الأمن، فالأمن خير لك من انفتاح الدنيا مع الخوف. ولذلك لو كان الإنسان عنده أموال الدنيا كلها لكن المجتمع الذي هو فيه ليس فيه أمن، لا يستطيع أن يعيش بسعادة وهنا. أما لو كان عنده قوت يومه وفي أمن وأمان، فإنه يكون من أسعد الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، لا يعاني من الأمراض، عنده قوت يومه. القوت ليس عنده مال سنة وسنتين مثل ما عندنا في البيوت، الله الحمد والمنة، قوت يومه فقط،
فكأنما حيزت له الدنيا، يعني جمعت له الدنيا بحذافيرها، يعني جمعت له الدنيا بكلها، فكيف بمن كان عنده أكثر من ذلك؟ فلذلك المسلم عليه بالقناعة. ولذلك جاء في الحديث الذي بعد هذا قال صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو العاص، قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتى. القناعة أن تقنع بما عندك من الخير ولو كان هذا الخير أقل من غيرك، المهم أنه يكفيك ويكفي من تعول وتكون آمنا ومعافى، هذا خير لك من كنوز الدنيا كلها. قد أفلح من أسلم، الفلاح كله في الإسلام، فدل على أن الذي لا يسلم لا فلاح له، وكان رزقه كفافا يكفيه عن سؤال الناس ويسد رمقه، وقنعه الله بما أتاه، لأن القناعة هي الكنز وهي المال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة الأموال، وإنما الغنى غنى النفس، إذا اغتنت النفس فإنها تقنع، أما إذا هذه النفس لم تقنع فإنه لو يعطى لها الدنيا كلها، لو تعطى لها الدنيا كلها فإنها لا تقنع أبدا. فعلى الإنسان أن يقنع نفسه وأن ينظر في هذه الدنيا إلى من هو تحته حتى يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. قال النبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث كالحديث الذي قبله في معناه، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.